باسمكم جميعا أرحب بنقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الذي يحمل الراية في صدق وأمانة ووقار، يناصر الحق ويدرأ الظلم. حيوا معي نقيب مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب. إخوتي الأعزاء، حقيقة دوما أردد وأنا في المنيا: بلغت المنى منية ابن خصيب، وحزت من المجد أوفى نصيب، عرين المشهير وموطن طه العميد الأديب. إخوتي الأعزاء، حقيقة أن المنيا هي الأرض التي عشنا فيها وتربينا فيها، وأقول لمعالي النقيب باسم محامي المنيا جميعا: يا معالي النقيب، إننا اليوم جئنا لنبايعك، نبايعك على الحب والتقدير، نبايعك على الاحترام، نبايعك نقيبا للمحامين في الدورة الحالية والدورة القادمة. إن شاء الله ستظل نقيبا لنا بمشيئة الله في هذه الدورة. حقيقة يا معالي النقيب، محامي المنيا جميعا من العدوى ومغاغة جنوب شمالا إلى مدير مواز جنوبا، جميعهم يحبونك ويحترمونك، وما رأيت فيهم إلا رجال. محامي المنيا حقيقة رجال اليوم ورجال الغد ورجال المستقبل. سيدي النقيب، حقيقة مهما تحدثنا من أجلك نستطيع أن نوفيك حقك فيما قام به هذا المجلس وقمت به نقيك نقيبا للمحامين، من رفع سقف العلاج وتنقية الجداول. تنقية الجداول هي الهرم الرابع الذي استطاعت نقابة المحامين أن تدخل في هذه التنقية، لم يستطع نقيب من قبلك منذ 1912 أن ينقي جداول نقابة المحامين إلا سامي عاشور ومجلسه. فنؤكد على حبنا وتقديرنا للنقيب ومجلسه. إخوتي الأعزاء، حقيقة تربطني بكم علاقات ود واحترام، علاقات نابعة من قلبي. أنا حقيقة أحبكم من قلبي جميعا، كل محامي المنيا كما ذكرت لكم كل التقدير والتوقير. إخوتي الأعزاء، أقول لكم واسمعوني بصوت عالي: إذا غنت أم المدائن العربية المنيا هزجت لغنائها فيحاء الوطن مصر، ورددت النشيد وزادته بعد الغناء إطرابة لمحامي المنيا عربي اللسان والقسمات والجنان.